قديم ساكن محمد يدوار الصافي 23 عام وحنا ساكن في الدار هذه. واليوم راه الوالده ديالي حمات المحكمه بالافراج والوكيل اعتقل الوالده ديالي في عمرها 65 عام اعتقل الوالده ديالي بيتها عنده علاش ادتها باش تري بالمحل باش تري بالمحل اللي حنا ما عندناش نمشيو دابا دخل علينا الوالده عندي خرجت الحوايج كاملين وردتهم مع الجيران حنا بايتين دابا في الزنقه علاش حط الوالده ديالي غدا مهدد ديال الوكيل قال لها مريم تيش غادي نسافرك 6 شهور ديال الحبس الوالده ديالي اعتقل الوكيل بيتها 24 ساعه بس سينات على الافراج انا وخويا كاين خويا والجوج وليدات خويا كبر مني والجوج وليدات بنته الكبيره راه عندها 14 عام زيده في هذا المحل بصيب الحاله المدنيه هنا في هذا المحل انا عندي بنت بصيب الحاله المدنيه انا هنا في هذا المحل اليوم راه حكموا على امي بالافراج قال لك راه سينات الوالده على راسها بيت لك كان عندك مرا حنا خويناه ليها خواتي ولا امي وحنا رانا خويا راه زيدين جوج براك ساكن فيهم هنايا 23 عام ساكن في هذا البراك ساكن هنا في هذا البراك عائشة الملك حنا راه عائشة الملك عائشة نمشي عائشة محمد السادس الله يجيب الشفاء لسيدنا والله يجعل سيدنا هو يشوف فينا ويشوف هذا الشيء اللي واقع علينا راه هادشي راه الحقره الحقره سيدي الحقره ما عندناش نمشيو ما عندناش نمشيو ما عندناش نمشيو ما عندناش نمشيو ما والو طلع الوليدات راه كتشوف هالوليدات جوج وانا ما عنديش انا ما قلت لك كانوا بصور 600 انا ما كنصور حتى ريال كنمشي للموقف ونجي غنريح ما كنصور حتى ريال باش نعيش انا الوليد باش الكرا لي ماشي بزاف ديال الكرا ما عنديش باش نخلص الكرا صح لينا كيفاش دعاتكم المراه على قبل هادي دعات الوالده مشات دعات الوالده على قبل باش تخوي لها المحل ديالها والمحل ديال هاد السيده كاريه كاريه الوالده ما كانيش هذا حنايا حنا جينا من مكان بوعزاوي عطانا هاد البراك هذه سكننا فيها هاد البراك هذا طريق يسير بنا بني تسكن فيها بوعزاوي ما طلع في المشكل الله وصلي ذات القبور ساكن فيها السيده هذه مشات دعات الوالده الوالده جا حكم عليها بالافراق داو بيتو 24 ساعه خافت مشات سينات لي مع الافراق وحنايا بيتها راه اللي كانت كاريه عندهم هي 24 عام راه بيتها فينا وخوينا ليها هاد البراكه هذه راه ما غاديش برا باش خويا ما غاديش نمشي ما عنديش نمشي عائشه الملك عائشه محمد السادس راه ما عنديش نمشي الله ينصر سيدنا ما عنديش الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا شوفوا من حالنا شوفوا من حالي انا راه واحد 23 عام وانا ساكنه هنا والراجل مات الله يرحمه مخليه اليتامى وما عديش ما كانش خدام عليا خدام عليا بنت وحده كتجيب لي 600 خدامه 600 ريال النهار ضل تجفف كي غندير ليها واش نكري بيها واش نعيش بها اليتامى واش ندير اش غنخدم بها انا مريضه ما نقدر نخدم ما نقدر نوض ما نقدر ندير عيش سيدنا عيش سيدنا شوفي انا ما عنديش واش نكري انا خرجوني هددوني وخرجوني وخرج حوايجي شتتهم برا في الخلاق عند الناس بغيت سيدنا يشوف فيا يشوف فينا ويشوف حالتنا ما عنديش نمشي وما عنديش فين نخرج ما عنديش كي غندير هاد الدراري عندي اليتامى عندي اربعه اللي باقيين يتامى هادو راهم بولادهم مجوجين كله يصير على ولادو كله يلاه قاد بولادو وما خداميش دابا ملي غتريبو فيه غتمشيو غندير قايطون غندير قايطون غندير قايطون نقبر مع لوطورو عيش سيدنا عيش الملك عيش سيدنا غندير قايطون انا ندير فيه رايه راه ما عنديش نمشي حوايجي خرجوا مع الجيران وانا غندير قايطون انا راه ما عنديش غنصد راه ما عنديش غنمشي ما عنديش 4 دريال راه عشا ليله ما عنديش راه عشا ليله ما عنديش راه كيرفعوا عليا غا الناس راه غا الناس كيرفعوا عليا ما عنديش عشا ليله باش نتعشى ما عنديش راه ما عنديش راه عباد الله راني مريضه شنو هي الرساله ديالك للمجلس الرساله ديالي هي ديروا يا حل كاينه الاستفاده عاطيها سيدنا يديروا نعمه يدفعوني في شي حاجه تكون رخيصه كتجي هدي نخلصها ونسكن فيها يعطوني بحالي بحال المسلمين خوتي كاع المسلمين عطاهم سيدنا راه قال لي ما عندوش اللي ساكن في البراكه يتسافد ماشي اللي ساكن في البراكه يتلاح اللي ساكن في البراكه خاص يتسافد عيش الملك راه ديالنا نتسافدوا.